طيب انا هجيب لك تقريبا كده حوالي برضو 20 23 عربية في رينج السعر اللي هو من 395 لغاية 420. خلاص هقول لكم دلوقتي. عندك يا سيدي اول عربية الام جي اتش اس 2021، ودي سعرها بيبدأ من 405 ألف. وبعد كده عندك التيوتا كورولا ال 2022 سعرها بيبدأ من 405 ألف. وبعد كده عندك الجيب رينيجي، مع اني يعني ما بحبهاش قوي لان هي عامله فيها جيب لكن هي مش جيب، بس دي الجيب رينيجي ال 2020 وسعرها بيبدأ من 415. وبعد كده عندك الجي تور الاكس 95 2022 سعرها بيبدأ من 399 ألف. بعد كده رينو كاتجار 2021 414 ألف. الساتروين السي 4 ال 2020 ودي سعرها بيبدأ من 399 ألف. وبعد كده الأوكتافيا ال 2021 ودي سعرها بيبدأ من 415 ألف. وسوبارو الاكس في ال 2021 وسعرها 400 420 ألف. وبعد كده عندك الفورد فوكس ال 2021 ودي نازلة ب 415 ألف. والفولكس فاجن كادي لايف ودي لغاية دلوقتي في منها زيرو 2019 وسعرها 410 ألف. الكيا سبورتج نفس الشكل لكن الفيس ليفت ال 2022 سعرها 415 ألف. نيسان جوك 2021 سعرها 398 ألف جنيه. هافال اتش 6 ال 2022 ودي سعرها 400 ألف جنيه. الهيونداي التوسان ال 2021 الشكل القديم 415 ألف جنيه. وأخيرا الهيونداي الكريتا ال 2021 ب 403 ألف جنيه. دي تقريبا كده كل العربيات اللي في رينج يعني 390 ل 410 420. دي أنظف أو أفضل السيارات. أي عربية غير اللي أنا قلته حاليا فيها شوية مشاكل فما أنصحش بيها علشان مشاكلها وعشان إعادة البيع. أنا شايف إن هما دول أفضل حاجة. اللي هيقول لي أنت قلت الساتروين وفي مشاكل في الساتروين، الساتروين السي 4 الموتور بتاعها ما فيهوش مشكلة لأنه هو غير الموتور بتاع السي 5 اللي فيه مشكلة، وغير برضو موتور السي 3 اللي فيه بعض المشاكل. شكرا، سلام عليكم.